بعد ساعة. الإسكان تبدأ فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط ب 15 مدينة. يبدأ صندوق الإسكان الاجتماع طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان المتوسط في عدد 15 مدينة، وذلك بنظام التمويل العقاري بعد غد من الثلاثاء. وأوضحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماع أن الطرح يشمل وحدات سكنية ب 3 مشروعات، وهي سكن مصر ودار مصر وجي اي ان ان اي، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضحت مع عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مشروع سكن مصر يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر غرب أسيوط، الشروق، بمساحات تتراوح بين 106 متر مربع و 133 متر مربع، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 4000 جنيه كمقدم لجدية الحجز. وأضافت مع عبد الحميد أنه فيما يتعلق بمشروع دار مصر فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن السادات، 15 من مايو، الشروق، 10 من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة، حدائق أكتوبر، وبمساحات تتراوح بين 100 متر مربع و 150 متر مربع، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60000 جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع جي اي ان ان اي طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن السادس من أكتوبر، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، وبمساحات تتراوح بين 100 متر مربع و 151 متر مربع، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80000 جنيه كمقدم لجدية الحجز. وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الطرح الجديد يتضمن مدنا متنوعة بأسعار مختلفة لملائمة ظروف جميع المواطنين، وتخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز، على أن يقوم المواطن بسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الموقع الإلكتروني للصندوق http://nc.maff.gov.ag خلال الفترة من 15 من فبراير 2022 حتى 8 من مارس 2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين، الأولى من 15 من مارس 2022 حتى 16 من مارس 2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من 17 من مارس 2022 حتى 24 من مارس 2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقا بالإعلان الأول ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز. وقالت مع عبد الحميد لابد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد القصر،
وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية إن كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون المتقدم أو الأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد القصري قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا مبنيا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما. وأضافت: تتضمن الشروط أيضا أن يكون المتقدم شخصا طابعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في تاريخ نهاية مدة القرض، تحدد وفقا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة. كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المدعم من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوي ومتناقص للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40,000 جنيه للأعزب و 50,000 جنيه للأسرة، أو المبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنويا متناقص للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10,000 جنيه للأعزب و 14,000 جنيه للأسرة.